أستيقظ أحيانا فأجد في الثياب موضع قطرة، ورسم القطرة يعني لا تكاد، يعني حاجة صغيرة جدا، لا أدري أمن بول أم من مني، وذلك بعد الاستيقاظ مباشرة. ثم بعد ذلك يعني بساعة مثلا لا يرى أي شيء في الثوب، فلا ذي القطرة من مني أم من بول، وهل يجب الغسل أم لا؟ طبعا يجب أم لا، ذا بناء هل هي بول أم مني. المني صفته أنه ليس قطرة، لأن ربنا عز وجل قال في وصف المني: خلق من ماء دافق. فالمني لا يخرج قطرة كما رسمه لي في الورقة أبدا، وإنما هو ماء دافق. فغالب الظن أن هذا ربما تكون قطرة بول، فاغسل ذلك الموضع ولا عليك إن شاء الله.